معاكم دكتورة داليا أحمد، وهنكمل كلامنا عن الغذاء السليم وعلاقته بصحة الفم والأسنان. وهنتكلم النهاردة عن المكسرات. المكسرات من الأطعمة اللي بتحتاج لمضغ جيد، وبالتالي بتحفز من إنتاج اللعاب اللي بيعمل بدوره كغسول للفم، بيقلل من كمية الحوامض اللي موجودة فيه اللي بتسبب تلف لطبقة المينا، بالإضافة إلى أنه غني بالكالسيوم والفوسفات اللي بيحافظ على أسنان وعظام قوية. هنتكلم بعد كده عن الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة غنية بالألياف، وزي ما قلنا قبل كده ان الألياف بتقلل من تكون طبقة البلاك على الأسنان، وبتقلل من التسوس وتراكم الجير عليها. غير كده غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لأسنان قوية. أرجو أني أكون أفدتكم.